مرحبا بكم، وهذه التغطية من القاهرة الإخبارية، نتابع فيها تطورات الأوضاع الميدانية في أوكرانيا، ونرصد فيها أيضا مستجدات الأوضاع في بحر الصين وشبه جزيرة تايوان، كما نلقي الضوء على ملف الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزي. البداية مع ملف الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تحولت مهاجمة جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز S-200، مشيرة إلى أنه تم اعتراضه في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية دون وقوع أي إصابات أو أضرار. يأتي هذا في أعقاب إعلان موسكو عن إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم. تطورات نوعية شهدتها ساحات الصراع الروسي الأوكراني، سواء من جانب موسكو أو كييف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت نجاح قواتها في إحباط هجوم أوكراني بعشرين طائرة مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات أو أضرار. وأشارت في هذا الصدد إلى أن دفاعاتها الجوية دمرت 14 من هذه الطائرات، بينما تم اعتراض بقية الطائرات عبر وسائل الحرب الإلكترونية. يأتي هذا الهجوم المكثف غداة إحباط القوات الروسية محاولة استهداف العاصمة موسكو بطائرة مسيرة. قال الجيش الروسي إنه دمرها فوق المناطق الغربية للعاصمة دون إصابات أو حتى أضرار. هجومان نوعيان سعت كييف من خلالهما إلى تحقيق اختراق أو مكسب ملفت في ضوء تباطؤ هجومها المضاد، إلا أنهما لم يحققا الأهداف المرجوة. وفي الوقت الذي كشفت فيه موسكو عن نجاحات دفاعية، تحدثت أيضا عن نجاح هجومي بإعلانها سيطرة قواتها على 4 نقاط وصفها بالحصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك شمال شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف تكبدت خلال المواجهات خسائر مادية وبشرية كبيرة. من كييف ينضم إلينا دكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. دكتور إيفان، مرحبا بك. بداية، ما الأهداف التي تسعى إليها كييف من استهداف جسر القرم تحديدا بهذه الطائرات، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى، وأيضا ليست المرة الأولى التي لم تحصل فيها على نتائج أصلا من استهدافه؟ السلام عليكم من كييف. My greetings. تحياتي إلى استوديو القاهرة الإخبارية والسادة المشاهدين. إن السبب الرئيسي لماذا تقوم أوكرانيا باستهداف جسر القرم هو بناء على حقيقة أن روسيا تستخدمه وتستغله لأغراض لوجستية وإدارية من خلال إرسال أسلحتها وذخيرها من خلال هذا الجسر إلى قواتها في جنوب أوكرانيا، ونحن مهتمين بتدمير هذا الخط من الإمدادات اللوجستية، حيث يمكن أن تعيق تدميره تحركات قوات المشاة من خلال هذا الجسر. ولهذا كما ذكرت، استهداف هذا الجسر هذا هو السبب الرئيسي. ونحن نتذكر دائما ونكرر أيضا أن شبه جزيرة القرم أراضي أوكرانية، وجسر القرم يعتبر أوكراني في المقام الأول، وهذا يعتبر ملكية خالصة للدولة الأوكرانية، ولكن روسيا هي من احتلت هذه الأراضي، فبالتالي هم يستخدمون ويستغلونه ضد الأهداف الأوكرانية. والآن روسيا لديها الكثير من الفرص لوقف هذه الهجمات، ولكن الهجمات ضد هذا الجسر تعطيهم دلالة كبيرة على أنه سوف تكون هناك لحظة لا يمكنهم فيها ترك هذه الجزيرة. ولهذا السبب أعتقد أن هذه الهجمات
يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية ليس في الوقت الفوري ولكن في القريب العاجل. طيب دكتور إيفان، هناك فرضية أو هناك البعض يشير إلى أنه استهداف هذا الجسر لا يحقق نتيجة فعالة بالنسبة لأوكرانيا. إذا كانت أوكرانيا تستهدف المعدات اللوجستية والعسكرية المنقولة عبر هذا الجسر من قبل روسيا، في كل مرة يتم الإعلان عن عدم تحقيق نتائج كافية لاستهدافه بهذا الكم من الطائرات، ما تعقيبك؟ أنا لست على يقين أن كان هذا الكلام صحيحا من جانب الخبراء، لأن روسيا بالفعل تستخدم هذا الجسر وتستخدمه كدور فعال في الإمداد اللوجستي والإداري والدعم إلى القوات المسلحة الروسية الموجودة في أوكرانيا. ولهذا السبب فإن هذه الهجمات كما ذكرت ربما يمكن أن تصنع مشكلة وعائق أمام الإمداد اللوجستي الروسي. والغرض الثاني سياسي، حيث لسوء الحظ أن كثير من الناس والمواطنين بما في ذلك الدول المتحالفة مع أوكرانيا تكرر أننا لسنا على يقين إن كانت القرم أوكرانية أو لا، ولكن بذلك يمكن أن نعطيهم رسالة واضحة ومباشرة أن القرم أوكرانية في الأصل وهذا الجسر ملكية أوكرانية، وأن أوكرانيا يمكنها إزالة هذا الجسر وقتما يحلو لها. وبالتالي في نهاية المطاف هذه الحرب أعتقد أنها يمكن أن تعطي ليس فقط على المستوى العسكري ولكن أيضا هناك نتائج سياسية تأتي في هذا السياق، حيث أن بوتين ذكر أن الجسر القرم له أهمية خاصة للقوات الروسية وله صورة سياسية هامة، ونحن نرغب في أن نظهر له أن حربه ضد أوكرانيا أدت إلى الكثير من التبعات، وأحداها هو احتمال كبير بإزالة هذا الجسر. شكرا لكم. طيب النقطة الأخرى أريد التحدث معك بشأنها هي النقطة المتعلقة بما تعلنه روسيا من التطور سواء الدفاعي أو الهجومي في مواجهة الهجوم المضاد من كييف. كيف تعقب أيضا على هذا وعلى بعض الاتهامات بتباطؤ هذا الهجوم المضاد والذي قد ينتج عنه ضعف في الدعم الغربي المقدم إلى كييف؟ كما تعلمون هناك كثير من الأحاديث بشأن بطء الهجمة المضادة الأوكرانية، ولكن لابد أن نتحدث بكل صراحة، روسيا قامت بوضع وإرساء تحصينات في غاية القوة. روسيا لديها الكثير من الأراضي في تلك الجبهة، والغرض الرئيسي لأوكرانيا هو ليس فقط تحرير الأراضي المحتلة ولكن الحفاظ على حياة جنودنا، فبالتالي لا يمكن التضحية بهذا الكم من الجنود والأرواح الأوكرانية لأغراض جغرافية فقط، وهذا هو السبب الرئيسي لبطء الهجمة المضادة الأوكرانية. ولهذا روسيا تستغل هذا الموقف، ونحن نطلب من حلفائنا بتقديم الطائرات المقاتلة لتنظيم هجمات أكثر قوة، ولهذا الطائرات المقاتلة سوف يكون لها دور فعال، ونحن نحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى. وفي النهاية نحن الضغط من جانبنا، وأيضا يمكن من خلال الدعم الذي نتلقاه كما فعلت ألمانيا قررت تقديم بعض الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، والولايات المتحدة بدأت تتحدث عن فرص تقديم مساعدات إلى أوكرانيا باستخدام الصواريخ الهجومية. ومن خلال هذه القدرات الهائلة سواء كانت متوسطة المدى أو بعيدة المدى من الصواريخ، وهو ما تستخدمه روسيا بالفعل في أرض المعركة، يمكننا تحقيق المزيد والسرعة في الهجمة المضادة والوصول إلى مئات الآلاف ومئات الكيلومترات في العمق. وبالتالي أوكرانيا تحتاج إلى وصول هذه الإمدادات العسكرية من الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة، والتي تعطي الضوء الأخضر إلى تدريب طيارينا من أجل التمهيد للحصول على الطائرات المقاتلة في القريب. وبالتالي الحديث الرئيسي بشأن الطائرات F-16. ما الذي تتوقعونه دكتور إيفان في ظل تباطؤ هذا الهجوم المضاد حتى وإن كان سببه التحصينات الروسية
وما اتبعته موسكو من خطة لمواجهته، ولكن هذا الهجوم هو متباطئ. ما الذي تتوقعونه من قبل هذه الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة فيما يتعلق بإرسال هذه الطائرات المقاتلة F-16؟ في البداية لا أعتقد أن الغرب غير مستوى الدعم المقدم في الوقت الراهن، قد زاد هذا الدعم ولكن يمكن زيادته بشكل أكبر، ونحن ننتظر اتخاذ القرارات النهائية من جانب الولايات المتحدة بشأن ليس فقط الصواريخ الهجومية ولكن أيضا الطائرات F-16 في الأشهر القليلة القادمة خلال هذا العام، وهذا من شأنه أن يحل مشكلة بطء الهجمة المضادة الأوكرانية. فبالتالي أوكرانيا يمكنها تحرير المزيد من الأراضي الأوكرانية بحلول شهر سبتمبر، وقد قمنا في وقت سابق بتحرير أراضي كبيرة من أوكرانيا في منطقة خاركيف. وقبل بدء الهجمة المضادة الأوكرانية كان لدينا الكثير من التوقعات أنه سوف تكون نفس المستوى كما كان في 2022، ولكن لم نحقق هذا الهدف، فبالتالي كانت التوقعات أكبر مما هو محقق، ولسوء الحظ هذه التوقعات فشلت، ولهذا أوكرانيا لم تتمكن من تحرير الحجم الكافي والقدر الكافي من الأراضي، ولكن لدينا نجاحات بالطبع على أرض الواقع وفي ميدان المعركة بشكل عملي في كل أسبوع، ولهذا في الوقت الراهن بعد حل مشكلة الخط الأول من التحصينات الروسية يمكن تحقيق المزيد من الإنجازات في الجبهات الأمامية، ولكن الأمر يعود للمسألة الرئيسية، ولكن لا أعتقد أن الدعم المقدم إلى أوكرانيا لن يقل نهائيا. نعم، هل تتأهب وتستعد كييف لاستقبال هذا النوع الخاص من الطائرات المقاتلة، خصوصا وأن طياريها سيتدربون على كيفية استخدام هذه الطائرات؟ وأيضا موسكو كانت قد أعلنت في حال إرسال F-16 إلى أوكرانيا سنرد أيضا بأسلحة نوعية، ما مستوى الاستعداد دكتور إيفان؟ حسنا، أوكرانيا تتوقع وصول الطائرات F-16 بالطبع. بالنسبة لروسيا قامت بالكثير من البيانات بشأن الخطوط الحمراء، وهناك الكثير من الخبراء في عديد من الدول ذكرت أن الخطوط الحمراء الروسية لا تعبر عن الواقع، لأن هذه الخطوط الحمراء يمكن اختراقها بسهولة، ولهذا أوكرانيا مستعدة تماما لتلقي الطائرات المقاتلة F-16. نحن في حاجة إلى مزيد من الوقت لتأهيل طيارينا، ربما يتطلب الأمر شهورا ولكن لن يتطلب سنين، يمكن خلال أشهر قليلة يمكن انتهاء من الإعداد الجيد والتأهيل لطيارينا للطيران على الطائرات F-16. وأعتقد لسوء الحظ في خريف 2003 كانت تعمل أوكرانيا بدون استخدام الطائرات المقاتلة، ولكن في العام القادم بحلول قمة 2024 يمكن أن تكون أوكرانيا قد تلقت هذه الطائرات المقاتلة F-16، والتي سوف تلعب دورا خطيرا وهاما في تحرير كافة الأراضي الأوكرانية بما في ذلك القرم، ولكن بدون F-16 لا أتخيل كيف يمكن أوكرانيا أن تقوم بتحرير شبه جزيرة القرم. طيب أخيرا دكتور إيفان، في المرحلة في هذه المرحلة من الحرب بدأ واضحا منذ فترة الرغبة الأوكرانية في ضرب العمق الروسي واستخدام المسيرات، حتى أطلق عليها حرب المسيرات مؤخرا. ما تقديرك لهذه الخطة من قبل كييف في مسألة استهداف العمق الروسي؟ هل هي الهدف الرئيسي منها هو شل الحركة أو توجيه وجهة موسكو ناحية العمق الروسي أكثر من ساحة المعارك المتباطئة فيها أصلا أوكرانيا؟ بشأن الهجمات الموجهة للعمق الروسي في موسكو، هذا من أجل إظهار إلى الشعب الروسي أن من يعتقد أن هذه الحرب ربما تكون في بعض المناطق يمكن أن تؤثر هذه الحرب على منازلهم وفي العمق بالأخص، وأعتقد أن هذه الحرب قد سارت في مسارات أبعد مما هو متوقع وما يتخيله الشعب الروسي. لا يمكن دعم
دعم هذه الحرب. نحن نكرر للشعب الروسي، نحن لا نرغب في مهاجمة أراضيكم، نحن لسنا في حاجة إلى هزيمة روسيا، نحن فقط في حاجة إلى تحرير الأراضي الأوكرانية بما في ذلك الدونباس والقرم. نحن لا نخطط إلى مهاجمة بلغراد أو بعض المدن المتاخمة للأراضي الأوكرانية. إذا ما دعمتم الحرب والبروباغندا الروسية ودعمه بأي شكل من الأشكال، سوف نقوم بشن هذه الهجمات في العمق لنظهر لهم أن الحرب يمكن أن تصل إلى منازلهم، ونظهر لهم أن الحرب تطول مدنهم، والأمر ليس باليسير على القوات المسلحة للحفاظ على كافة الأرواح في هذه الحرب. ونحن على يقين أنه في نهاية المطاف يمكن أن نضغط بشكل كبير على روسيا والشعب الروسي والمجتمع بأكمله الذي يمكن أن يقوم بتغيير الحكومة الروسية بسبب هذه الحرب. بعد ذلك يمكن بدء المفاوضات السلمية مع روسيا، والتي سوف تكون حكومة جديدة بعد بوتين، حيث أن بوتين يمكن أن يتهم بجرائم حرب ويطاح به من الحكومة. طيب، في هذا التقدير وفي هذا التوقع من جانب حضرتك دكتور إيفان، على ماذا تراهنون في كييف في مسألة التغيير في النظام الروسي أو القبول بشروط أوكرانيا للتفاوض في مرحلة لاحقة؟ ما هي الرهانات التي تضعونها؟ كما ذكرت، لا أتخيل أن الحكومة الراهنة الروسية ترغب في إحلال السلام أو لديهم أي نوايا للحلول السلمية، لأنهم هم في حاجة إلى تعزيز المزيد من الحرب وضم الكثير من القوات لضرب أوكرانيا. ولكن روسيا ليس لديها أي موارد كافية لهذا الحرب. نحن نرى ما يحدث في الاقتصاد الروسي. أود أن أهنئ روسيا والشعب الروسي بشأن الرقم القياسي الجديد الذي خسر فيه العملة الروسية الكثير أمام الدولار الأمريكي. ولهذا الاقتصاد الروسي غير مستعد لهذه الحرب تماما، والقوات المسلحة وآلياتها العسكرية في روسيا تحتاج إلى وقفة تعبوية أو وقفة لإعادة بناء قواتها وعتادها وذخائرها. لابد أن تتفهم روسيا أنه بدون هذه الخطوات وبدون السلم سوف يكون من العسير جدا أن تحقق أي تقدم في اقتصادها أو على المستوى العام في الدولة الروسية. الحكومة التالية الجديدة ربما تكون لا تهتم بهذه الحرب، لأن هذه الحرب كانت بناء على رغبة من جانب بوتين وضد رغبة الشعب الروسي. طيب، المسألة المتعلقة بالاقتصاد والمسألة المتعلقة بهذه الضغوط التي تمارس على موسكو نسمعها ونقرأها ونقولها منذ بداية هذه الحرب دكتور إيفان، ولم تحدث، وكانت موسكو قد أعلنت أنها عقدت شراكات واتفاقات مع دول أخرى صديقة وحليفة أغنتها ربما عن مسألة التعامل مع الدول الأوروبية أو الدول التي تساند كييف. فهنا السؤال، ما هي أوجه الضغط الجديدة التي من الممكن أن تمارس على موسكو من قبل الدول الحليفة لكييف؟ حسنا، حلفاؤنا مع أوكرانيا بدأوا في التفاوض مع بعض الدول التي تدعم روسيا أو روسيا ترغب في التحالف معها، ورانرا بعض اللقاءات في جدة بالسعودية. نعم، حيث كان هناك وفد صيني والوفد الهندي وممثلين عن بعض الدول في جنوب أفريقيا، وهناك كثير من الدول في العالم مثل تركيا، وكان لها وفد موجود في السعودية. ذكرت روسيا أنها تحاول التحالف مع هذه الدول، ولكن وافقوا على اللقاء، ولكن لم يتم دعوة روسيا، ولكن تم دعوة أوكرانيا. وهذا رسالة واضحة ومباشرة أن بعض الدول في الغرب بدأت الحوار البناء مع بعض الدول التي تدعي الدولة الروسية أنها تحاول تكوين شراكات مع الجنوب العالمي ودعم الحرب في أوكرانيا. وهذا يعني أن حلفاؤنا
لديهم بعض التفاوض والنقاش مع الهند والصين بشأن تخفض مستوى التعاون والشراكة مع روسيا، ولكن هذا لن يحدث خلال أشهر أو أسابيع، ولكن يأخذ بعض الوقت. وهذه خلفية خطيرة بشأن هذه التفاوضات، وأنا على يقين أن هذا الحديث يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط الاقتصادي على روسيا بنتائج نسبيا قوية. وأعتقد أن روسيا تحاول استخدام علاقاتها الجيدة مع تركيا والصين والهند من أجل الحفاظ على اقتصادها، ولكن في الوقت الراهن تواجه الكثير من الصعوبات والإشكاليات، ولا أعتقد أنها سوف تنجح في تعزيز اقتصادها من خلال هذه الشراكات، لأن في الصين هي من تحتاج التكنولوجيا من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، ليس من جانب روسيا. روسيا لا يمكن أن تقدم التكنولوجيا إلى الصين. شكرا جزيلا لك من كييف الدكتور إيفان أوسا، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، على وجودك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. في نفس الملف، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو المواقع التابعة للأسطول الشمالي في منطقة القطب الشمالي، وأوضحت الدفاع الروسي أن شايغو اطلع خلال جولته على استعدادات الوحدات المتمركزة في أرخبيل نوفايا زيميليا وقدراتها على مهمها، كما استعرض شايغو استعدادات تلك الوحدات للأعمال الأمنية والدفاعية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مطار عسكري أوكراني في مقاطعة إيفانو فرانكفسك غربي البلاد، وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي مستودع أسلحة للصواريخ واللوجستيات للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعمل جاهدة لتطوير طرق تصدير بديلة للحبوب بسبب الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود، وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي إن كييف تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار أوكرانيا في كونها ضامنة للأمن الغذائي العالمي، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني بحاجة إلى الوصول إلى الأسواق العالمية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الروسي شن 5 ضربات صاروخية و31 غارة جوية و49 هجوما بالمدفعية الثقيلة على مواقع عسكرية وبلدات مأهولة بالسكان، وذلك خلال 24 ساعة. وذكرت الهيئة أن نتيجة لهذه الهجمات قتل وجرح مدنيون بمن فيهم أطفال، ودمرت العديد من المباني السكنية والبنى التحتية المدنية الأخرى. للمزيد ينضم إلينا من موسكو سيرجي ماركوف، مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار السابق للرئيس الروسي. سيد سيرجي، مرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. الآن هناك هجوم بالطائرات لجسر القرم، الجانب من كييف يقول إنه هذا الجسر طبعا يستخدم لنقل اللوجستيات والمعدات العسكرية من قبل موسكو، ولكن الدفاع الروسية صدت هذه الهجمات. في رأيك ما الذي يحمل هذا الهجوم من دلالات بالنسبة إلى موسكو؟ أعتقد أن هذه الهجمات جزء طبيعي من الحرب وإجراءات طبيعية، وقد تم مهاجمتها والصد لها من جانب روسيا، لأن هذا الجسر يستخدم عن طريق أسلوبين، يمكن أن يستخدم للإمدادات واللوجستيات العسكرية للقوات المسلحة الروسية، أو لنقل وتحرك السيارات من للأغراض العسكرية فقط، وأيضا هناك بعض الأغراض السياحية وبعض الأغراض للإمدادات اللوجستية والغذاء. فبالتالي الهجوم ضد البنية التحتية العسكرية أيضا تعتبر هذه الهجمات هجمات إرهابية، ويمكن أن نرى كما ذكر الضيف من أوكرانيا قبلي، أعتقد أنه كان واضحا تماما
لماذا الحكومة الأوكرانية تقوم بشن هذه الهجمات من خلال استخدام المسيرات ضد، وقد استخدمتها بالفعل ضد الشعب الروسي. هو يرغب في أن يبث روح الخوف والارتياع في صفوف المواطنين الروس. ولكن هذه الروح لم تنجح في الشعب الروسي، ولكن هناك إصرار كبير من جانب روسيا لاستمرار تحقيق أهدافها. الشعب الروسي لن يكون خائفا من استمرار هذه الحرب أو العملية العسكرية الخاصة من جانب روسيا، ولكن نحن نزيد من الدعم العسكري والسياسي للجيش الروسي ضد هذه الحكومة الأوكرانية الإرهابية. طيب سيد سيرجي، بما أنه استمعت لحديث ضيفي من كييف، هو كان يتحدث عن خطة جديدة تتجه أو تنتهجها الدول الأوروبية والولايات المتحدة في التقرب أكثر إلى الدول الصديقة لموسكو كالصين والهند، وبحثها على عدم مساعدة موسكو لممارسة ضغوط أكثر على موسكو. ما رأيك في هذه الخطة الجديدة، وهل في رأيك ستنجح؟ في البداية نحن لا نخضع لهذه التهديدات، لأنه من وجهة نظرنا أوكرانيا لا توجد كدولة مستقلة. كل هذه الخطط ليست أوكرانية، وكل هذه الخطط أمريكية بشكل صريح. الولايات المتحدة هي الدولة الإرهابية، هي من تسعى إلى الحرب ضد روسيا باستخدام أوكرانيا، وتعتبر أوكرانيا مقاطعة وأرض أمريكية. فبالتالي في بعض الأحيان أعتقد أن الأمر لن يكون ناجحا، ذلك لأن عندما الهند والصين وبعض الدول الأخرى قامت بمساعدة روسيا كان لديهم كثير من الخيارات. روسيا لا تكافح من أجل مصالحها وحدها، ولكن من أجل السيادة. الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يرغبون في فرض قراراتهم على كافة الدول، ليس فقط أوكرانيا ولكن أيضا على روسيا وكذلك عدد من الدول الأخرى. هل يمكننا أن نتخيل أن دول حلف الناتو ودول الغرب إن كان لديها عدد من الإجراءات للتأثير على سيادة روسيا، ففي الوقت فوري سوف يجدون كافة السبل لبدء حرب هجينة ضد الكثير من الدول عن طريق الوكالة. لهذا البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين عندما يبقون على علاقات فعالة مع روسيا فإن الهدف الأساسي هو تحقيق السيادة، وبالتالي هناك مساعي لدعم روسيا والدول الأخرى الحليفة. طيب الآن هناك توجه ناحية الدعم بالنسبة للدعم الغربي لكييف المستمر منذ بداية هذه الحرب، وهناك مطالبة بتسريع تسليم مقاتلات F-16 أو الطائرات F-16 المقاتلة وتدريب الطيارين الأوكرانيين عليها. كيف تنظر موسكو إلى هذه الخطوة؟ هل تستعد لها؟ وما مستوى هذا الاستعداد؟ موسكو تقوم بالاستعداد الجيد من خلال الإعداد الجيد لأي غزو محتمل، فبالتالي التحالف الأوكراني مع الدول الحليفة لها هناك كثير من الإجراءات المتخذة من جانب روسيا. قبل فصل الصيف كان هناك حوالي بعض الضربات الجوية كل يوم، وحتى فصل الصيف ونحن الآن في شهر أغسطس كان هناك كثير من الهجمات الجوية، وزادت روسيا من هجماتها الجوية أيضا وسيادتها الجوية واضحة تماما.
ففي نفس الوقت من وجهة نظرنا هذا الأمر لا يقوم بدعم أوكرانيا، لأن أوكرانيا لا توجد كدولة مستقلة. الجيش الأوكراني ليس جيشا للشعب الأوكراني، ولكنه جيشا يستخدم بالوكالة من جانب الولايات المتحدة، كما يفعل حزب الله في إيران. وأمريكا تلعب دورا من خلال الحرب بالوكالة باستخدام أحد الأطراف الفاعلة في تلك المنطقة، ونتيجة لذلك سوف نقوم بالاستعداد الجيد وحشد كافة القوات لأي هجمات محتملة، وأيضا نقوم بنشر الأسلحة النووية التكتيكية. وبالتالي روسيا لديها الكثير من الاستعدادات والإجراءات لصد أي هجمات جوية محتملة من جانب أوكرانيا من خلال الولايات المتحدة. نعم، ونحن لدينا قدر كبير من الاستعداد والجاهزية. نعم، أناقش معك أيضا سيد سيرجي في هذه النقطة، التصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتعلقة بطرق بديلة لتصدير الحبوب ومسألة الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود، ألا تضع هذه التصريحات موسكو في موقف حرج نتيجة لأنها هي من انسحبت من الاتفاقية وتعطل إرسال ملايين الأطنان من الحبوب إلى دول تحتاج إليها بالفعل؟ حسنا، كررت روسيا في عديد من المواقف أن هذه الصفقة من الحبوب لم يتم الوفاء بها من جانب دول الغرب. وإذا ما كان هناك من يعتني بإيصال الحبوب إلى الدول الفقيرة، لابد أن يفكر أيضا بشأن الحبوب الروسية. قبل الحرب الحجم من الصادرات من روسيا كان 80%، وبالتالي هناك حجم كبير من الصادرات الروسية في السوق العالمي لصالح الدول الفقيرة، ولكن دول الغرب تحاول الاستمرار منع هذه الصادرات من الحبوب الروسية. وفي نفس الوقت روسيا لا تقف أمام أو تقف عائقا أمام صادرات الحبوب وفقا لرغبتها، لا، ولكن لا توافق أن يكون هذا الصادرات من خلال ميناء البحر الأسود، لأن هذه الموانئ تستخدم من جانب الجيش الأوكراني لتنظيم هجمات ضد الجيش الروسي. وأيضا هذه المسارات الإنسانية تستخدم من جانب أوكرانيا لأهداف إرهابية من جانب الحكومة الإرهابية الأوكرانية للحصول على مزيد من الإمدادات العسكرية من جانب الغرب. فلهذا قامت روسيا بوقف هذا الاستخدام غير القانوني لهذه المسارات والموانئ. طيب سيد سيرجي، في هذه المرحلة الميدانية من الحرب الروسية الأوكرانية، ما هي بخطة موسكو للتعامل مع الهجوم المضاد حتى ولو كان بطيئا؟ هل هي خطة دفاعية فقط وتتمثل في صد الطائرات المسيرة واستهداف العمق الروسي من قبل كييف، أم أن هناك خطة أخرى على المستوى الاستراتيجي والسياسي أيضا من قبل موسكو؟ في البداية لا توجد حرب روسية أوكرانية، هذه بروباغندا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في حقيقة الأمر لدينا حرب بالوكالة بين روسيا وأمريكا، وأمريكا تستخدم هذه الحرب بالوكالة باستخدام الجيش الأوكراني. عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، نحن لا نكافح ونقاتل ضد أوكرانيا، ونحن نحرر الشعب الأوكراني من القمع من جانب النظام الإرهابي. وأيضا هناك الكثير من المطالب التي نرغب في تحقيقها لحماية الشعب الأوكراني. وبالطبع هذا يأتي لحماية أيضا للغة الروسية وحفاظ الهوية الروسية. نحن في حاجة لتحرير هذه الأراضي. الآن روسيا على الجبهات الأمامية في قتالها ضد الجيش الأوكراني، وروسيا تحقق الكثير من الإنجازات، ولكن هناك كثير من الإخفاقات في الجانب الأوكراني. ولكن في النهاية
الجيش الروسي سوف يتوقف عند لحظة معينة لبدء تحرير الأراضي الأوكرانية. روسيا مستعدة لوقف أي حرب في أي لحظة إذا ما قامت الولايات المتحدة، وهي الدكتاتور الحقيقي وراء أوكرانيا، إذا ما كانت مستعدة للمقترحات الروسية البسيطة. لابد أن تكون دولة أوكرانيا، لابد أن تكون دولة ديمقراطية ومحايدة، حيث هناك كثير من الآلاف من المحتجزين في النظام زيلينسكي. وأيضا الحديث عن الإجراءات من جانب الأحزاب السياسية داخل أوكرانيا، لابد من وقف هذه الإجراءات وعدم استغلال أمريكا لهذه الأحداث في أوكرانيا. وأيضا هناك كثير من المجموعات التي تستغل لشن الهجمات الإرهابية ضد روسيا، وبالتالي حرية الشعب الأوكراني هو الطلب الرئيسي للجيش الروسي. شكرا جزيلا لك سيرجي ماركوف من موسكو، مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار السابق للرئيس الروسي، شكرا لك. ننتقل إلى ملف آخر، ملف التوترات في بحر الصين وشبه جزيرة تايوان، حيث أعلنت بكين أنها ستجري مناورة عسكرية في مياه بحر الصين الشرقي اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. وأضافت بكين أنها لن تسمح بدخول السفينة إلى منطقة المناورة التي ستجرى على ساحل مدينة نينغبو بشرقي البلاد، في حين اعتبرت تايوان ذلك إجراء تهديديا بسبب زيارة نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة معلنة التأهب العسكري في الجزيرة. يتوجه ويليام لي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة اليوم في زيارة أدنتها الصين، وأثارت الزيارة المرتقبة مخاوف مسؤولين تايوانيين من أن تؤدي إلى مزيد من النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة، الذين أكدوا أن الصين سوف تستخدم توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لبدء تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل على الأرجح بالقرب من تايوان، فيما تقول تايبيا وواشنطن إن مثل هذه الزيارات روتينية وليس هناك سبب يدعو الصين لاتخاذ إجراءات استفزازية. جدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي التأكيد على سيادة بلاده على بحر الصين الجنوبي، وخلال اجتماع مع مسؤولين ماليزيين دعا وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة إلى وقف ما أسماه التحريض على المواجهات في المنطقة، كما حث الفلبين على احترام التزامها ووقف ما قال إنه أنشطة استفزازية، والعمل مع بلاده لبحث وسيلة فعالة للسيطرة على الوضع في بحر الصين الجنوبي. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه من المتوقع أن تعمل اليابان مع الصين لاغتنام الذكرى 45 لمعاهدة السلام بين البلدين كفرصة لإعادة النظر في روح المعاهدة وبناء علاقات صينية يابانية قادرة على تلبية متطلبات العصر. كما أوضح المتحدث الصيني أن المعاهدة تشدد على التزام الصين واليابان بالسلام والصداقة وتحدد المبادئ والاتجاه الدائم للتفاعل الثنائي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة حاسمة من التحسن والنمو. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بكين دكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين. دكتور شاهر مرحبا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. دعني أبدأ من هذا الخبر الأخير المتعلق بالصين واليابان والتوقعات بمزيد من التحسن والنمو في العلاقات ومستقبل هذه العلاقات، رأي حضرتك إلى أي درجة من الممكن أن يتم هذا ويكون له تأثير فعال على التوترات الحاصلة في هذه المنطقة سواء من ناحية الفلبين أو تايوان؟ مساء الخير، تحية لك والسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن خطاب التفاؤل في تحسن العلاقات بين البلدين هو خطاب صيني، لكن يبدو أن الخطاب الرسمي الياباني والتصرفات التي سبقت ذلك من قبل الحكومة اليابانية كلها تشير إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين. نحن نتذكر الاستراتيجية العسكرية اليابانية الأخيرة التي عقدت، الكتاب الأبيض الياباني الذي صدر تجاه الصين والذي اعتبر ربما الصين عدوا يجب التعامل معه. نتذكر الآن الخلاف القائم بين البلدين حول تصريف المياه النووية لمحطة فوكوشيما في البحر،
إذا نتذكر قمة السبعة التي عقدت في هيروشيما والتي أرسلت رسائل سلبية كلها اتجاه بكين. أيضا منذ أيام كان زيارة لرئيس الوزراء الياباني السابق إلى تايوان. إذا كل ذلك يدل على أن اليابان تسير باتجاه مخالف لتحسن العلاقات بين البلدين. الخطاب الصيني ربما هو خطاب مختلف، هو خطاب دعا تايوان إلى التأكيد على هذه المعاهدة التي عقدت عام 1978 بين البلدين والبناء على هذه المعاهدة لتطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين. لكني أنا أعتقد أن هذا ليس قائما الآن، رغم أن الصين اتخذت خطوة قد تبدو إيجابية جدا، حيث سمحت منذ أيام لعودة زيارة ما نسميه المجموعات السياحية إلى اليابان. هذا كان قد توقف الصين منذ العام 2020. طبعا هذا رقم كبير بالنسبة لليابان، يقدر عدد السواح الصينيين في العام 2019 أي قبل الإغلاق حوالي 10 مليون سائح صيني، أي ما يزيد على 30% من عدد السواح الذين يصلون إلى اليابان بشكل كامل. تحاول بكين ربما تقدم خطاب هادئ تدعو اليابان إلى مزيد من التعاون، لأن بكين أعتقد تتوجس ما يحاك لها في هذه المنطقة إن كان مع اليابان أو كوريا أو الفلبين أو كل ذلك. طيب أنتقل لملف على حدة وأبدأ بتايوان وزيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، وما أعلنته أو ما أعلنه الطرفان إنه هذه الزيارة هي زيارة روتينية ولا داعي لإجراءات استفزازية من قبل الصين، في إشارة إلى تدريبات قد تقوم بها الصين ردا على هذه الزيارة. ما رأيك في هذا الأمر؟ وإذا كانت هذه مسألة روتينية، لماذا تقوم باستفزاز الصين لهذا الحد؟ دعيني أقول أنها ربما روتينية وليست روتينية. روتينية من ناحية أنها ليست الزيارة الأولى لنائب رئيس تايوان إلى الولايات المتحدة، ربما كان هناك 11 زيارة قبل ذلك، لكنها ليست روتينية نتيجة للظروف التي تمر بها العلاقات بين البلدين وبين الولايات المتحدة والصين وما يجري في منطقة بحر الصين الجنوبي. توقيت الزيارة انتخابات في يناير القادم في تايوان، ويليام لي هو المرشح الأبرز في الانتخابات القادمة، لذلك نرى أن الخطاب الأمريكي يقول أنهم سيستقبلونه كنائب لرئيس تايوان وليس كمرشح. هو يذهب إلى البرغواي لحضور تتويج رئيسها. البرغواي هي الدولة الوحيدة في كوريا الجنوبية التي تعترف بتايوان. سيلتقي أيضا برئيس المعهد الأمريكي في تايوان ومقره فيرجينيا. طبعا الحكومة الأمريكية تقول أن المعهد هو منظمة غير ربحية تدير العلاقات الرسمية مع تايوان، لكن الصين تنظر إلى هذا المعهد أنه بمثابة سفارة أمريكية في تايوان، هو يقوم بدور سياسي كبير. إذن مجموعة من الأسباب التي تدعو بكين ربما إلى التشدد إزاء هذه الزيارة. لماذا تقوم بكين بهذه المناورات؟ أيضا ربما تقرأ من الناحية الشكلية أنها مناورات روتينية، أي بمعنى في كل مرة يكون هناك زيارة لأحد المسؤولين إلى الولايات المتحدة تقوم بكين بمثل هذه المناورات. أنا أعتقد أنه لا، أيضا الآن هناك شيء مختلف، هناك إغلاق بهذه المنطقة، هناك رسالة سياسية تريد بكين إيصالها إلى العالم أن الصين قادرة على إغلاق المنطقة، قادرة على محاصرة الجزيرة في أي وقت. أيضا التوقيت الآن مهم بالنسبة لبكين لإرسال رسالة إلى الناخب في تايوان. هناك الكثير من الناخبين في تايوان لا يريدون أن تذهب العلاقة مع بكين إلى تصعيد أو إلى المواجهة العسكرية، لذلك هي رسالة الآن إلى الناخب في تايوان أنه إذا أنت اخترت ويليام لي فيبدو أننا ذاهبين إلى مواجهة عسكرية بين الصين وتايوان. إذا كان هذا التوقيت حساس لهذه الدرجة دكتور شاهر، ونرى كل طبعا تبعات كل هذه المعطيات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي ومسألة تايوان، لماذا تفتح الصين جبهة جديدة مع الفلبين كان قد بدأت منذ أيام وهي القضية أصلا محسومة منذ العام 2016 بالتحكيم الدولي الذي لجأت إليه الفلبين فيما يخص مسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة وهذه الأمور؟ لماذا تتحرش أو تحتك بها بكين في هذه المنطقة وتفتح جبهة جديدة في هذه المنطقة؟ أعتقد أن السؤال يجب أن نقول هل القضية محسومة؟ القضية ليست محسومة لأن بكين لم توافق على الذهاب إلى المحكمة الدولية ولم تحضر جلسات المحكمة ولم تعترف بهذا القرار، هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية أعتقد أن بكين لم تتحرش بما قامت به السفن الفلبينية، هي ردت على
دخول القوارب الفلبينية إلى مياه تعتبر الصين مياها إقليمية. لماذا تبدي بكين هذا التشدد؟ لأن إذا فتحت هذا الباب لمطالب الفلبين فهناك دول أخرى، تقريبا كل دول بحر الصين الجنوبي لها خلافات حدودية مع الصين، لذلك هذه الدول كلها تقول أن لها جزرا داخل المياه الإقليمية في البحر الذي تقول الصين أن لها حوالي 80% منهم. طبعا بكين تستند إلى عوامل تاريخية، خطوط التسعة وما إلى ذلك، لذلك ربما تبدي هذا التشدد. أعتقد الزيارة التي يقوم بها الآن وزير الخارجية الصيني هو هدفه هذا، قطع الطريق على الولايات المتحدة أو التدخلات الخارجية ودعوة دول المنطقة إلى تفعيل رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان لحل الخلافات الموجودة بين الصين ودول المنطقة. هو بالفعل دخلت الولايات المتحدة على الخط واتهمت هذه التحركات الصينية بأنها ضد القانون الدولي ولا تعبر عن الالتزامات الدولية. أنا أعتقد لم تدخل الولايات المتحدة على الخط، ما حصل هو تتويج لما تم البناء عليه بين البلدين. هناك اتفاقية دفاع مشترك عقدت بين الفلبين والولايات المتحدة، هناك زيادة لعدد القواعد العسكرية، هناك زيارة رئيس الفلبين كانت إلى الولايات المتحدة، كل ذلك توج بما تم من تحرش بالقوات الصينية الموجودة في هذه المنطقة. أعتقد يجب أن نقرأ الموضوع من هذه الزاوية، لماذا لم يكن ذلك قبل توقيع الاتفاقية؟ لماذا لم تنادي الفلبين بالأحقية قبل العام 2016؟ لماذا عندما تم توقيع اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة في العام 2014 فورا أصبحت هناك مطالب فلبينية بالمناداة بأحقيتها على هذه الجزء؟ طيب، المخاوف المتعلقة، أعود مع حضرتك مرة أخرى لتايوان وربما نعود مرة أخرى للفلبين، يعني لا أدري، ولكن الزيارة المرتقبة لنائب رئيسة تايوان، هذه الزيارة اللافت للنظر إنها أثارت مخاوف مسؤولين من تايوان نفسها لزيادة التحركات من قبل الصين ردا على هذه الزيارة. في رأيك لماذا تتخوف أو يتخوف بعض المسؤولين التايوانيين من هذه التحركات إذا كانت هي أيضا تحركات روتينية من قبل الصين في هذه المنطقة؟ أعتقد أن الكثير من التايوانيين وبما فيهم المسؤولين بدأوا يقرؤون الموضوع أنه ليس لمصلحة تايوان، أي بمعنى ماذا ستحقق هذه الزيارة من الناحية الفعلية بالنسبة لتايوان، هل ستحقق شيئا إيجابيا أم ستكون هناك انعكاسات سلبية؟ نحن نتذكر زيارة رئيس تايوان في نيسان الماضي إلى الولايات المتحدة، ونتذكر قبلها زيارة نانسي بيلوزي، ماذا تحقق على أرض الواقع بالنسبة لتايوان؟ هم بدأوا ينظرون إلى زيارة نائب الرئيسة بأنه يستغلها لمكاسب شخصية ومكاسب حزبية لكي يبدو تشدده اتجاه استقلال الجزيرة واستقلالها عن الصين لكي يحصل على دعم من الولايات المتحدة، وأيضا يظهر للناخب الذي يريد انفصال الجزيرة بأنه هو من أكثر المتشددين لهذا الموضوع. طيب، أخيرا فيما يتعلق بهذه المناوشات أو هذه المرحلة من المناوشات الحاصلة في هذه المنطقة دكتور شاهر، يعني وفق المعطيات الحاصلة الآن، ما توقعاتك لشكل العلاقة ما بين هذه الدول في المرحلة المقبلة، ومن سيفرض سيطرته في رأيك، سواء بنتحدث عن الصين والولايات المتحدة كداعم أصلي للفلبين وتايوان وكل دول اللي أشرت إليها في بحر الصين الجنوبي اللي لديها ربما سجال مع الصين في الحقوق الاقتصادية والحقوق فيما يتعلق بهذه المياه؟ أعتقد الموضوع يتوقف على بعض هذه الدول، بمعنى الدول القوية لن تنجر إلى صراع مع الصين، لكن الدول الضعيفة سوف تخضع للإملاءات الأمريكية وقد تنجر إلى أي مواجهة مع الصين. دعينا نأخذ مثال الهند. الهند لديها خلافات حدودية مع الصين ولديها منافسة ولديها كل شيء، لماذا الهند ليست في المواجهة الآن؟ لأن الهند أقوى من أن تكون أداة بيد الولايات المتحدة. ما زالت الهند تنجح في أخذ نوع من الاستقلالية، لا زالت الهند ترى أن مصلحتها تكون في الابتعاد عن هذه المواجهة بين الصين والولايات المتحدة. وأعتقد أنه خلال جولة الوزير الخارجية الصيني الآن أيضا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أن بلاده سوف تقف على الحياد في الصراع الذي يجري بين الصين والولايات المتحدة، أي أن أي دولة قوية هي لن تنجر لكي تكون هي رأس الحرب في هذه المواجهة التي ستكون بين الصين والولايات المتحدة، والتي تسعى الصين لاستنزاف بكين فيها من خلال أن تكون هي حربا بالوكالة على غرار ما يحدث اليوم في أوكرانيا.
شكرا جزيلا لك دكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين، جزيل الشكر على وجودك معنا. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا الملف نختتم معكم هذه المساحة من التغطية الإخبارية. للمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب، ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي. يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من أب ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا، كنت معكم إيمان الحويزي، وإلى اللقاء.